درجات حرارة أقل بقليل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام، وطقس مائل للبرودة في نهار يوم الغد بمشيئة الله، وأجواء باردة نسبيا إلى باردة في ساعات الليل. وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس هذه الليلة، وبالنظر إلى التفاصيل خرائط درجات الحرارة نجد أن الأجواء تكون باردة نسبيا في معظم مناطق المملكة هذه الليلة، ومع ساعات الفجر من يوم الغد تبقى باردة في ساعات الفجر، وأيضا في ساعات النهار متوقع أن تكون الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة ومائلة إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية، لتكون درجات الحرارة بالأصل أقل من معدلاتها بقليل نسبة لمثل هذا الوقت من العام. وفي ليلة يوم الغد من المتوقع أن تبقى الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة. في هذه الليلة في العاصمة عمان درجة الحرارة تصل إلى 9 درجات مئوية، غائمة جزئيا الأجواء في المناطق الوسطى وأيضا المناطق الشمالية. في هذه الليلة سرعة الرياح تصل إلى 13 كيلومتر في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة يوم الغد 16 إلى 10 درجات في العاصمة عمان، الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة تصل إلى 19 نهارا و12 ليلا، وفي يوم الأربعاء 17 إلى 6 درجات في ساعات المساء. ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة والأجواء المتوقعة ليوم الغد: إربد فرص لزخات من الأمطار 18 إلى 9 درجات، في المفرق 18 إلى 9 درجات أيضا، جرش 16 إلى 9، وفي عجلون من 17 إلى 9 درجات مئوية مع وجود غيوم متفرقة. عمان كذلك الأمر 16 إلى 10 درجات، في الزرقاء 17 إلى 10، في البلقاء 17 إلى 11، مادبة 17 إلى 11، في البحر الميت غيوم متفرقة من 21 إلى 15 درجة مئوية، في الكرك 15 إلى 10، الطفيلة 17 إلى 13، في معان 17 إلى 10 درجات أجواء مشمسة، في جبال الشراء 16 إلى 11، العقبة أجواء مشمسة نهارا 23 إلى 17 درجة مئوية، في الرويشد 20 إلى 11، الصفاوي 20 إلى 11 أيضا، وفي الأزرق كذلك الأمر من 20 إلى 11 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.